أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الحديث حول مناظرة جرت بين الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام وبين ابن أبي العوجاء، حيث كان ابن أبي العوجاء زنديقا ملحدا ينكر الخالق، فجاء إلى مكة وناظر الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. وقد ذكرنا بعض الاستدلالات في الجلسة الماضية التي استدل بها الإمام عليه الصلاة والسلام لإثبات الخالق، حتى انقطع ابن أبي العوجاء، لكنه كان معاندا ومصرا، فجاء في اليوم الثاني ليواصل النقاش والاستدلال. طبعا قبل أن نذكر البرهان الذي أقامه الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام زيادة على ما أقامه في اليوم السابق، نذكر أن العلم بوجود الله سبحانه وتعالى، أي بوجود الخالق، هذا أمر فطري، والإنسان لو توجه إلى فطرته لوجد الاعتقاد بالخالق. ثم يأتي البرهان والاستدلال ليؤكد على هذه الفطرة، وإلا فإن هناك أمور تعتبر الأساس للبرهان. يعني أنت عندما تستدل على شيء تأتي بمقدمات، هذه المقدمات ينبغي أن تكون مقدمات متسالم عليها، ولولا كونها مقدمات متسالم عليها لما أمكن الاستدلال، لأنه يمكن المناقشة في المقدمات. أنت بنيت أمرك على أمر وعلى مقدمة، هذه المقدمة غير ثابتة. فبناء على ذلك يذكرون أن هناك مقدمات أساسية لا يمكن النقاش فيها، لأنه لو ناقش الإنسان فيها يكون مناقشة في البديهيات، وتحول الأمر إلى سفسطة. من الأشياء البديهية المحسوسات، يعني أنت تستدل بأنه الآن نهار، يسألك لماذا الآن نهار؟ تقول لأن الشمس طالعة، طلوع الشمس ووجود الشمس سبب للنهار. هذا أمر من المحسوسات، الإنسان بحاسة النظر يشعر بهذا الأمر، يحس بهذا الأمر. زين، إذا واحد إجى الآن يناقش بأي دليل الشمس لها ضياء ولها إشراق، هذه المناقشة سفسطة. والذين يريدون أن يناقشوا في المحسوسات الثابتة فنقاشهم سفسطة. من جملة الأسس في كل استدلال أو في كثير من الاستدلالات الفطريات، هناك أمور الإنسان يشعر بها بفطرته، المناقشة في هذه الأمور أيضا يصنف في خانة السفسطة. مثلا الكل أعظم من الجزء، الكل أعظم من الجزء، هذا أمر بديهي، هذا أمر فطري من الفطريات، كل إنسان بفطرته يشعر بهذا الأمر، يدرك هذا الأمر. فيمكن أن يكون هذا الأمر اللي الكل أعظم من الجزء، هذه أساس ومقدمة لبراهين.
لكن أن يأتي أحدهم ويناقش في هذا مناقشته تكون مغالطة وسفسطة. العلم بوجود الله سبحانه وتعالى يدركه الإنسان بفطرته، ولذلك ذكرنا في بعض الحلقات الماضية أن الاعتقاد بوجود الله سبحانه وتعالى في كل الأقوام، حتى عبدة الأصنام وحتى أكثر الملحدين يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكن اعتقادهم بوجود الله سبحانه وتعالى مشوب بالشرك، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فجاء الأنبياء، الله بعثهم ليصححوا للناس مسيرتهم وليثيروا لهم دفائن العقول ويرشدوهم إلى منسي الفطرة. لكن باعتبار أنه كثر الملاحدة فيأتون ويثيرون شبهات، هذه الشبهات بحاجة إلى برهان منطقي لدحض تلك الشبهات. فلذا كان حوار الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام مع ابن أبي العوجاء ومناظرته تصب في هذا الاتجاه، بيان الأدلة والبراهين على إثبات وجود الله سبحانه وتعالى دعما للفطرة وتذكيرا بها. فعلى كل حال، في اليوم الثاني جاء ابن أبي العوجاء ليواصل المناظرة. هنا جاء وسكت، فقال أبو عبد الله الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، قال له: كأنك جئت تعيد بعض ما كنا فيه، تواصل النقاش. فقال: أردت ذلك يا ابن رسول الله. هكذا خاطب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام. الإمام انتهز هذه الفرصة، بدأ البحث بقضية نفسية، وقد ذكرنا أن الإنسان المناظر القدير إضافة إلى البرهان يتكلم مع فطرة الطرف المقابل، وأيضا يستعمل معه الأساليب النفسية السليمة لكي تجعله قابلا لقبول الحق، ويكون التذكير بالفطرة تذكيرا قويا. هنا حينما خاطب الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام بهذه الكلمة يا ابن رسول الله، أردت ذلك يا ابن رسول الله، هنا الإمام انتهز الفرصة واستعمل هذا الأسلوب النفسي، فقال له أبو عبد الله عليه السلام: ما أعجب هذا، يعني أتعجب من كلامك، تنكر الله، تنكر الله، أنت لا تعتقد بوجود الله وتشهد أني ابن رسول الله. طبعا ذكرنا في بعض الجلسات الماضية أنه قد يكون الإنسان يتكلم بكلام وهو لا يعتقد به، ولذلك ابن أبي العوجاء أيضا أجاب فقال: العادة تحملني على ذلك. طبعا لو كان ابن أبي العوجاء ذا مسكة وكان له أدب، كان ينبغي عليه أن يقول: إني أخاطبك بما تحب أن تخاطب به، وإني أتكلم بكلام، هذا الكلام هو اصطلاح شائع. بعض الأحيان الإنسان يخاطب رجلا باصطلاح شائع، قد هو لا يعتقد بذلك الاصطلاح، لكن لشيوع ذلك الاصطلاح يطلق ذلك الكلام. لكن ابن أبي العوجاء لم يكن ذا مسكة، لذا قال: العادة تحملني على ذلك. بس شنو كان مقصود الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام؟ لعل مقصوده كان هو التأثير النفسي من البداية، ليجعله مهزوزا في حجته الباطلة، ومن الأول
تكون هناك هيمنة للبرهان الحق. فقال له العالم عليه السلام، يعني الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فما يمنعك من الكلام؟ زين أنت جاي، لماذا ساكت؟ تكلم. قال إجلالا لك ومهابة، لأن الأئمة عليهم الصلاة والسلام وكذلك أولياء الله لهم هيبة في القلوب. الهيبة هي وقار توجب خوف. يعني أنت ترى رجلا وقورا، فخوف ذلك الشخص يلقى في قلبك، لا خوف من أنه يضرك، لا، وإنما عندما ترى عظمته، هذه العظمة توجب خوفا. في بعض الأحيان الإنسان يعلم بعدم تضرره من شيء، لكن يلقى في قلبه الخوف. لماذا؟ لما يرى من عظمة ذلك الشيء، لأن الخوف هو من الحالات النفسية، وهذه الحالة النفسية لا تتنافى مع العلم، لأن موطن الخوف غير موطن العلم في نفس الإنسان. فأنت تجد مثلا بعض الناس يخافون من الظلام مع علمه بأنه لا يتضرر، يخشى يخاف أن يدخل في مكان مظلم مع علمه بأنه لا يوجد شيء مضر في ذلك المكان. فكيف اجتمع الخوف مع العلم بعدم وجود الضرر؟ السبب في ذلك أن الخوف له موطن في النفس، والعلم له موطن آخر، وهذا تفصيله لعلنا سنذكره في مكان آخر في بيان معنى هذه الآية. ولكن ليطمئن قلبي، فإبراهيم عليه الصلاة والسلام كان عالما بوجود الله سبحانه وتعالى، وعالما بالبعث والنشور، لا ينتابه شك، ولكن لماذا طلب بأن يرى كيفية إحياء الموتى؟ وسأله الله سبحانه وتعالى أولم تؤمن؟ قال بلى، ولكن ليطمئن قلبي. الإنسان قد يعلم بشيء ثم يرى ذلك الشيء بأم عينه، فهنا لا يزداد علما. لماذا؟ لأن العلم غير قابل للإزدياد. العلم يعني 100%، الانكشاف التام، الانكشاف التام غير قابل للزيادة. ولكن الإنسان علمه له موطن، وإطمئنان القلب له موطن آخر، لأن إطمئنان النفس مرتبط بالقوة الواهمة، والعلم مرتبط بقوة أخرى. فعلى كل حال، فالإنسان قد يعلم بشيء، لكن حينما يرى ذلك الشيء لا يزداد علما وإنما يطمئن. يعني القوة الواهمة أيضا يكون فيها التأثير بالإطمئنان وعدم الإضطراب. أنت في كثير من الأحيان تعلم بعدم وجود ضرر ولكن تخاف. أنا شخصيا رأيت شخصا كان ابنه في خطر، ولكن الأقرباء لذلك الشخص أخفوا هذا الخطر، فهذا الشخص ما كان يعلم بأن ابنه في خطر. فلما تجاوز الخطر، يعني عبر بسلام من المنطقة المخطورة حيث كان يحتمل أن يقتل فيها أو يسجن، ووصل إلى وطنه بسلام، أخبروا هذا الشخص بأن ابنك كان في خطر وقد زال الخطر عنه، والحمد لله الآن في طريقه إلى البيت. فذلك الشخص حمى في تلك الليلة، يعني أصيب بالحمى الشديدة، وإلى الصباح ما كان يتمكن من النوم. لماذا؟ من هول ما سمع. يعني هذا الشخص الآن هو مطمئن ويعلم، له علم بأن ابنه قد تجاوز الخطر وقد تكلم معه بالهاتف، وأنه بعد سويعات سيصل إلى المنزل، ولكن نفس تصور أن هذا الابن كان في خطر لأيام، وكان يحتمل أن يقتل
أو يسجن، نفس هذا التصور سبب الهول والمرض. فعلى كل حال هناك موطن في النفس، مواطن متعددة، وكثير من هذه الصفات مواطنها تختلف عن مواطن الصفات الأخرى، وهذا كلام تفصيله إن شاء الله سيأتي في تفسير هذه الآية الشريفة. على كل حال، فابن أبي العوجاء قال الإمام الصادق: إجلالا لك ومهابة لا أتمكن من النطق بحضرتك. الإمام عليه الصلاة والسلام قال له: لا بأس، أنا أفتح الكلام، يعني أبدأ بالكلام وأنت ناقشني في الكلام. قال: يكون ذلك؟ الإمام قال: لا بأس، يعني كلامك قد يكون صحيح بأنك تشعر بالهيبة، أو لا بأس أنا سأفتح الكلام، ولكن أفتح عليك بسؤال. وهنا يكمن دليل من أهم الأدلة والبراهين على وجود الله سبحانه وتعالى، وأن هذا العالم مخلوق وليس قديما. الإمام عليه الصلاة والسلام بدأ بهذا الكلام، قال له: يا ابن أبي العوجاء، أنت مصنوع أو غير مصنوع؟ مخلوق أو غير مخلوق؟ طبعا هو الرجل كان ملحدا زنديقا، فقال: بل غير مصنوع. زين، الإمام قال له: لنفرض أنك كنت مصنوعا، فكيف كنت؟ أنت الآن تقول إني لست بمصنوع، مو مخلوق. زين، الآن أنت غير مخلوق بهذه الكيفية، إذا كنت مخلوقا فكيف كنت؟ ابن أبي العوجاء أسقط في يده، لأنه فكر. لنفرض أن هناك خالق وأنه خلق شيئا، كيف تكون صفات ذلك الشيء المخلوق؟ كل تلك الصفات التي تتصورها في المخلوق موجودة في الإنسان، فإذن هذا الإنسان مخلوق. أنت تفرض أن هناك خالق خلق، هذا الخلق كيف يكون؟ طويل، عريض، عميق، بعبارة أخرى يكون جسما. إذا كان جسما وله خواص الجسم وله التغير من حالة إلى حالة، هل تجد للمخلوق غير هذه الصفات؟ أن يكون جسما متغيرا، تتصور غير هذه الصفات؟ لا يمكن تصور مخلوق لا يتصف بهذه الصفات. بعبارة أخرى، الشيء إما يكون غير مخلوق وإما مخلوق، فإذا كان غير مخلوق له صفات، هذا ببرهان العقل، لأنه إذا لم يكن مخلوقا فيلزم أن يكون أزليا، يعني لا بداية له، يلزم أن يكون وجوده واجبا ضروريا، يلزم أن لا يكون محتاجا، يلزم أن لا يكون جسما، لأن الجسم متغير من حالة إلى حالة. فهذا الموجود إذا كان متغيرا من حالة إلى حالة لا يكون قديما، لأنه إذا وجود ضروري وجوده بصفاته ضروري، فاستمرار وجوده أيضا يكون ضروري. فبناء على ذلك، إذا كان موجود بهذه الصفات هو الخالق، نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى قديم، بمعنى أنه أزلي لا بداية له، وجوده ليس كان مسبوقا بالعدم بحيث أنه لم يكن موجودا ثم كان، وأن الله سبحانه وتعالى لا يحتاج وليس جسم وليس محدود، وصفاته غير قابلة للتغير، يعني يكون صفاته الذاتية، يعني لنفرض أنه كان جاهلا ثم صار عالما، أو كان عالما ثم
يصبح جاهلا، لأن أي تغير معناه عدم الضرورة في ذلك الشيء وعدم الوجوب في ذلك الشيء. فإذا لم يكن واجبا ولم يكن ضروريا فكيف كان من الأزل؟ يحتاج إلى علة، يحتاج إلى خالق، يحتاج إلى موجد. زين، أما إذا أنت جئت ورأيت شيئا، هذا الشيء لم يكن ثم كان، يحتاج إلى علة. بدون أن تكون هناك علة أن يوجد الشيء، هذا محال ببداهة العقل. أنت لا تقبل، لا يقبل عقلك بوجود شيء بدون علة. إذا رأيت شيئا تقول ما هي علته، إذا رأيت بناء تقول من هو البناء الذي بنى هذا البناء، لأن هذا أمر فطري في فطرة كل إنسان، أن المعلول لا يوجد بدون علة، وأن الشيء عندما كان معدوما إذا صار موجودا لا بد من شيء ينقله من مرحلة العدم إلى مرحلة الوجود. فكيف تحقق هذا الأمر؟ زين، فإذا شيء ما كان موجود ثم صار موجود وهو متغير، يعني صفاته ليست أزلية، فمعنى ذلك أنه لم يكن وجوده ضروريا. إذا لم يكن وجوده ضروري فتصور أنه من العدم، هذا تصور أنه من الأزل، هذا تصور باطل، بل هو كان من العدم انتقل إلى مرحلة الوجود. فمن هو الذي نقله؟ فأنت إذا تتصور مخلوق لابد أن يكون هذا المخلوق جسما، لابد أن يكون محدودا، لابد أن يكون معدوما ثم وجد، لابد أن يكون متغيرا. هذه صفات المخلوق. زين، هذه الصفات موجودة في الإنسان، موجودة في هذا الكون، موجودة في النجوم، موجودة في الكواكب، في كل شيء مخلوق في هذا العالم وموجود في هذا العالم. عندما تراه صفات المخلوق موجود فيه. فبناء على ذلك حينما تنظر إلى نفسك، لو كنت مخلوقا لكنت تمتلك نفس هذه الصفات التي تمتلكها الآن، فإذن ثبت أنك مخلوق. انظر إلى استدلال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام، فقال له، يعني الإمام الصادق قال لابن أبي العوجاء: أمصنوع أنت أم غير مصنوع؟ فقال عبد الكريم ابن أبي العوجاء: بل أنا غير مصنوع، لأنه كان ملحد. فقال له العالم عليه السلام: فصف لي لو كنت مصنوعا كيف كنت تكون؟ يعني لو كنت مخلوق ما هي كانت صفاتك أنت وسائر الأشياء إذا كانت مخلوقة؟ فكيف كانت تكون صفاتها؟ فبقي عبد الكريم مليا لا يحير جوابا، ما يدري كيف يجاوب، وولع بخشبة كانت بين يديه، بدأ يفكر، لكن لأنه كان محتارا بدأ يفكر بصوت عال، يعني يردد على لسانه ما يدور في فكره، وهو يقول: طويل، عريض، عميق، قصير، متحرك، ساكن، كل ذلك صفة خلقة أو صفة خلقه. يعني عندما تنظر إلى الإنسان ترى أنه جسم محدود بطول، بعرض، بارتفاع، بعمق، يتحرك، يسكن، بمعنى أنه محدود ومتغير. والمحدود المتغير هذا لا يمكن أن يكون قديما، لأن وجوده غير ضروري. فإذا كان وجوده غير ضروري لا يمكن أن يكون من الأزل، يحتاج إلى علة تنقله من مرحلة العدم إلى مرحلة الوجود. زين، الآن هذا احتار، الإمام عليه السلام كمل الكلام فقال له: فإن كنت لم تعلم صفة الصنعة غيرها، يعني غير هذه الصفات التي تجدها في نفسك، تجدها في سائر الناس،
تجدها في كل هذا الكون، أنه جسم متغير محدود، فاجعل نفسك مصنوعا، يعني أقر وأذعن بأنك مصنوع، لأن أنت عندما تنظر إلى نفسك تجد في نفسك صفات المخلوق. زين، فإذا أنت تجد في نفسك صفات المخلوق فأذعن بأنك مخلوق، لأن الإنسان إذا كان واجدا لصفات الشيء فهو ذلك الشيء، أنت واجد لصفات المخلوق، فإذا أنت مخلوق، لماذا تنكر؟ لماذا تكابر على الحق؟ فاجعل نفسك مصنوعا لما تجد في نفسك مما يحدث من هذه الأمور، لأن الإنسان متغير، قصير، طويل، ضعيف، نحيف، سمين، وما إلى ذلك، شاب، هرم، يتغير، صفاته تتغير، وجوده كان معدوما ثم صار موجودا ثم يعدم بعد ذلك. فلا يمكن لشيء وجوده ضروري أن يتغير، لأن التغير معناه أنه لم يكن أو لم تكن تلك الصفة ثم كانت. إذا لم تكن ثم كانت، هاي ثم كانت بحاجة إلى علة، لأنه لا يعقل أن يكون الشيء المعدوم يوجد بدون علة، ببداهة الفطرة. وإذا شيء كان من الأزل معنى ذلك أنه ضروري، ضروري الوجود، فإذا كان ضروري الوجود لا يعقل أن يعدم، أن يطرأ عليه العدم، لأنه ضروري الوجود، بديهي الوجود، واجب الوجود حسب تعبيرهم، فكيف يطرأ عليه العدم وهو ضروري؟ زين، إذا طرأ عليه العدم معنى ذلك أنه لم يكن ضروريا، فإذا لم يكن ضروري معنى ذلك أنه ليس بأزلي، بحاجة إلى علة وإلى موجد. فاجعل نفسك مصنوعا لما تجد في نفسك مما يحدث من هذا من هذه الأمور. زين، هنا عبد الكريم ابن أبي العوجاء بدل أن يذعن ويقر ويعترف، هنا أراد المغالطة وأراد أن يخرج نفسه من الحرج، لأن الإنسان المحق حينما يبدأ بالنقاش إذا علم بأن كلام مناظره كلامه، علم بأن كلامه حق، يقبل ذلك الكلام. لكن الإنسان المبطل، الإنسان المعاند، يحاول أن يجد ثغرة للفرار من الإذعان بأن الكلام المناظر هو كلام صحيح. فهنا عبد الكريم لم يجد جوابا ابن أبي العوجاء، فلذلك أراد أن يخرج نفسه من الإحراج، فاه بكلمة، هذه الكلمة انقلبت عليه. الإمام عليه الصلاة والسلام استثمر نفس الكلمة لبيان أن هذا الشخص شخص معاند، فقال له عبد الكريم: سألتني عن مسألة لم يسألني عنها أحد قبلك. هذا السؤال، أنت مخلوق أو غير مخلوق؟ لو كنت مخلوقا ماذا كانت صفاتك؟ لا تجد صفات أخرى غير صفاتك الآن، وصفاتك الآن هي صفات المخلوق، فإذن أنت مخلوق. هذا الطريقة من الاستدلال، لم يسألني أحد قبلك ولا يسألني أحد بعدك عن مثلها. زين، يعني في المستقبل أيضا لا يسألني أحد عن مثل هذه المسألة، لأنه لا توجد مسألة إلا والجواب حاضر لدي. أنا احترت في هذه المسألة لأن هذه المسألة لم يسألني أحد قبلك ولا بعدك سيسألني أحد عنها. سيد الإمام هنا وضع نقطة على الحرف، قال: زين، أنت بكلامك هذا أقررت بقانون العلية والمعلولية، كيف؟ الإمام قال: حبك، لنفرض علمت أنك لم تسأل فيما مضى، زين، سلمنا أنك أحد لم يسألك عن هذه المسألة في الزمان الماضي،
فما علمك أنك لا تسأل فيما بعد؟ بأي دليل أنت في المستقبل لا تسأل عن هذه المسألة؟ زين، هذا رجم بالغيب. معنى هذا الكلام شنو؟ معنى هذا الكلام أيضا أسلوب من الأساليب النفسية. أنت كلامك مبني على الوهم، ليس مبنيا على براهين حقيقية. الآن أنت قلت سوف لا أسأل في المستقبل. زين، سوف لا أسأل في المستقبل، من أين لك هذا العلم؟ هذا وهم، أنت بنيت أمرك على الوهم. إضافة إلى ذلك، على أنك يا عبد الكريم نقضت قولك. لماذا؟ لأن هو لا يعترف بقانون العلية والمعلولية، يقول إن العالم ليس له علة، لا يوجد خالق، العالم قديم. زين، عندما تقول بأن العالم قديم، معنى ذلك عدم الاعتراف بقانون العلية والمعلولية، لكن أنت بكلامك هذا استندت إلى قانون العلية والمعلولية. لماذا؟ لأنك قلت ولا يسألني أحد بعدك عن مثلها، يعني في المستقبل لا يكون هناك من يسألني. زين، أنت تقول أنه لا يوجد شخص في المستقبل له القابلية لأن يسألني من هذا السؤال، فهذا السؤال لا يكون لعدم وجود سائل بهذا المستوى، يعني المعلول لا يكون سؤال نظير هذا السؤال لا يكون. لماذا؟ لأن سائل بمستواك لا يكون في المستقبل. من أين علمت بهذا؟ أنت نفيت المعلول بنفي العلة، فأنت اعترفت بقانون العلية، لا يتحقق المعلول لعدم تحقق العلة، فإذا تحققت العلة تحقق المعلول. زين، مع أنه أنت بنيت أمرك في إنكار الصانع على إنكار العلية، أن هذا العالم ليس له علة ولا يوجد علية بين الأشياء. زين، مع أنك أثبتت وجود العلية بكلامك هذا، لأنك نفيت السؤال في المستقبل لعدم وجود سائل، نفيت المعلول لعدم وجود العلة. فالإمام يقول على أنك يا عبد الكريم نقضت قولك لأنك تزعم أن الأشياء من الأول سواء، يعني لا يوجد علية ومعلولية، لأنه إذا أكو علية ومعلولية فالعلة هي مقدمة على المعلول رتبة، فليس هناك بين العلة والمعلولية تساوي، بين العلة والمعلول تساوي. لكن هنا أنت أقررت بوجود قانون العلية، لا يوجد سؤال لعدم وجود سائل، فكيف قدمت وأخرت؟ زين، بعد ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام قال له أنت بنيت أمرك على الوهم، أنت أقصى درجة يمكنك أن تقول لا أدري، لا أن تنفي، أنت تقول لا أعلم بوجود خالق، قد يكون خالق وقد لا يكون خالق، لأنك أقررت بقانون العلية. يمكنك أن تقول بأنه لا أدري، لكن أن تنفي شيئا وأنت لا تعلم، فهذا من السخافة بمكان. فالإمام ذكر له مثال عرفي، لأنه كثير من الأحيان المطالب الدقيقة قد لا يدركها المتكلم، لا يدركها السامع إلا إذا شفعت بمثال. ولذلك في الكتب العلمية عندما يذكرون، أفرض مثلا في النحو يذكر أن الفاعل مرفوع والمفعول منصوب، ثم يشفعوه بمثال، يقولون نصر زيد عمرا، والمثال يقرب المطلب إلى الذهن. ولذلك الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر
كثير من الحقائق التي يراد هداية الناس، يراد هداية الناس عبر تلك الحقائق، ذكرها في قالب قصة، لأن القصة هي مثال. يعني الله سبحانه وتعالى يريد أن يذكر مثال، يريد أن يذكر قانون وسنة من سننه، أن الظالم سيصاب بظلمه وأن ظلمه سيأخذه. يذكر قصة عاد، قصة ثمود مثلا وما إلى ذلك. هذه القصة تكون تحمل تلك الفكرة التي الله سبحانه وتعالى يريد بيانها للناس، فذكرها بمثال يقرب الفكرة إلى أذهان الناس، ولذا يقول لقد كان في قصصهم عبرة. فبناء على ذلك الإمام عليه الصلاة والسلام يريد يقرب له، يقول أنت بنيت أمرك على الوهم، أنت لا تعلم صفة المصنوع من غير المصنوع، فكيف نفيت أنك تكون مصنوع؟ أنت ما تدري شنو صفة المصنوع وشنو هي صفة غير المصنوع. إذا لا تدري قل لا أدري، فاذهب واسأل العالم، لا أنه تأتي وتنفي مع أنك لا تدري صفة المصنوع، تأتي وتنفي وتناظر لإثبات باطلك. ثم قال يا عبد الكريم، يعني ابن أبي العوجاء، أزيدك وضوحا، البرهان اللي الإمام قام أنه أنت مصنوع أو غير مصنوع، لو كنت مصنوعا فما كانت صفاتك؟ أنت أقصى حتى تقول لا أدري. زين، إذا تقول لا أدري بعد ما لك حق أن تجي تناقش وتنفي. أرأيت لو كان معك كيس فيه جواهر فقال لك قائل هل في الكيس دينار، فنفيت كون الدينار في الكيس، أن في هذا الكيس لا يوجد دينار بل يوجد فيه جواهر. زين، فقال لك صف لي الدينار، وكنت غير عالم بصفته، أنت ما شايف ذهب في حياتك مثلا، ما شايف الدينار، فقال لي لك صف لي الدينار، جوابك لازم شنو يكون؟ لازم يقول يكون لا أدري. أما إذا بدأت بنفي صفات الدينار أو نفي وجود الدينار فهذا كلام سفيه وليس كلام عاقل. هل لك أن تنفي كون الدينار عن الكيس وأنت لا تعلم؟ قال لا. فقال أبو عبد الله عليه السلام فالعالم أكبر وأطول وأعرض من الكيس، أنت إذا لا تعلم أنه في الكيس ما هو أي شيء موجود، ما تدري بالكيس دينار أو غير دينار. زين، شنو صفة الدينار؟ ما تدري صفة الدينار، أنت تلمس ما في الكيس تجد أشياء. زين، هذه الأشياء صفة الدينار أو ليست صفة الدينار؟ لا تدري، فهل يحق لك أن تنفي وجود الدينار في هذا الكيس وأنت لا تعلم ما هي صفات الدينار؟ لا يحق لك، وإذا فعلت ذلك يكون فعلك فعل سفهي. زين، العالم أكبر من الكيس، إذا في كيس صغير لا يحق لك عقلا أن تنفي وجود الدينار فيه لأنك لا تعلم صفة الدينار ولا تدري أن هذا الشيء اللي موجود في الكيس فيه صفة الدينار أو ليس فيه صفة الدينار. زين، لا يحق لك ذلك، ففي العالم بهذا الطول وبهذا العرض هل يحق لك أن تنفي أنه غير مخلوق وأنت لا تدري صفة المخلوق من غير المخلوق؟ فالعالم أكبر وأطول وأعرض من الكيس، فلعل في العالم صنعة من حيث لا تعلم صفة الصنعة من غير الصنعة. والحاصل أن الإمام عليه الصلاة والسلام قال له إذا في شيء صغير لا يحق لك عقلا أن تنفي وجود شيء في هذا الكيس الصغير لأنك لا تعلم صفة ذلك الشيء، فلعل الموجود في هذا الكيس هو الدينار، فأنت تنفي شيئا لعدم علمك بصفته مع وجود ذلك الشيء، ففي هذا العالم الطويل العريض العميق
بطريق أولى، لا يحق لك أن تنفي أنه غير مصنوع وأنت لا تدري صفة المخلوق من غير المخلوق، صفة المصنوع من غير المصنوع. فانقطع عبد الكريم وأجاب إلى الإسلام بعض أصحابه وبقي معه بعض، يعني بعض الأشخاص اللي كانوا مع عبد الكريم أسلموا، البرهان واضح، والبعض الآخر لم يسلموا، إما لم يفهموا هذا البرهان لأن مستويات الناس مختلفة، إما لم يفهموا ذلك البرهان أو عنادا لم يسلموا. فهذا اليوم الثاني انقطع عبد الكريم وخزي، لم يجد له ناصرا لا بمنطق ولا من جماعته. ثم جاء في اليوم الثالث وأراد أن يستمر في النقاش. هذا ما سنتركه إلى حلقة قادمة بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. الله.